عندنا في موروثنا الشعبي أن نهرا كان يجري بأرض براح، فناداه الناس: يا رب الأسماك وواهب الحياة وجالب الخيرات وخالق الكائنات ورب الرزق العظيم، أيها النيل تقدست أسماؤك. وعندنا في ديننا برضو أن نبيا مر بماء عند سدرة منتهى عرش الإله، فقال: ما تلك يا جبريل؟ فأجاب: نيل وفرات. فأجاب: نيل وفرات. لم يرد في مخيلة المصريين يوما أن يأتي فيه من يغلق باب النهر، يهدد الخضار البراح، جنة الأرض، عمار واديها. فالنيل الذي تغنى به الملوك والعوام في ترنيمات كتاب الموتى ومتون الأهرام: أنا لا ألوث ماء النهر، هو واهب الحياة في كتب الأجداد، فلا قوة مهما علت ولا غاشم مهما طغى، يستطيع سلب المصريين من الحياة. نبارك النهر وفعل النظام بالاستيقاظ من غفوة أشبه بغفوة نبي الله عزير. فتواجد مصر الراهم في إفريقيا ضرورة تفرضها محددات التاريخ واللحظة الحرجة، والتهديد بضياع حصة مصر التاريخية من ماء نهرها. فمصر منذ فجر التاريخ تجوب بلاد كوش وبنت ومنابع النهر بحثاً عن الحياة، تمد يد العون للجيران لا فارضة للسيطرة ولا طامعة مسيطرة. بالإنسان بالإنسان والخير بالخير، فمصر أبداً لا تعتدي. مصر أبداً لا تعتدي، ولكنها مصر التي وقفت إلى جوار شقيقتها جزائر الأحرار فتعرضت لغضب فرنسا ولم تبالي. هي مصر التي وقفت إلى جوار جنوب إفريقيا ضد نظام التمييز العنصري. هي ذاتها مصر التي فتحت ذراعيها لحركات التحرر الوطني من كينيا وأوغندا والصومال وكل بلاد القارة السوداء إفريقيا، دعماً لكلمة الله العليا الحرية. مصر التي أرسلت البعثات وفتحت المدارس في إفريقيا والمشافي والجامعات. مصر منذ 10 سنوات تأخر دورها وتراجع مع الإخوة والأشقاء. دور ما كان لمصر أن تتخلى عنه، لكنه التاريخ قد يحكمنا دون أن نحكمه، فيفرض علينا السلاسل والأغلال في لحظات مظلمة وبفعل أنظمة لا ترى شعوبها بقدر ما ترى المكاسب في الجيوب. فيتساقط دور مصر في عهد مبارك، وكانت القطيعة في العام 1995 بعد محاولة اغتياله في أديس أبابا، ويتسلم الدور المصري شهادة وفاته، ويتسلم العهدة الأعداء من بني صهيون فيغيرون على إفريقيا بخيلهم ورجلهم وراجمات حقدهم، وتوغلوا حد الفزع. وأنظمتنا في ثبات أهل الكهف والرقيم، وكانوا في آيات التاريخ عجبا. قادت مصر فاقتحمت إسرائيل وبني صهيون إفريقيا. عجب 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 أن تترك ظهرك عارياً وبابك مفتوح للبر والفاجر على حد سواء. لا أنت ناضلت من أجل البقاء ولا حاربت من أجل الحياة، فرحت في مفاوضات الضعف تحبو ظاناً بأن العدو سيمنحك الوداعة على طبق من ورود، لكن شيئاً لم يكن. ومن أزمة إلى أزمة عاش النظام المصري منذ عام 2013 متخليا عن دوره الإفريقي الذي يعد بوابة مصر الجنوبية لأمنها القومي. ترك الصهاينة يقتاتون على جسد فقراء إفريقيا بمخادعات الوهم
والغد الأفضل. وكان صوت شاعر إفريقيا محمد الفيتوري يعود إلى الحياة. أسمعه يعود هذا الصوت مرة أخرى كي يغني معنا. الدنيا لا يعرفها من يعرفها، أغنى أهليها سادتها الفقراء. الخاسر من لم يأخذ منها ما تعطيه على استحياء، والغافل من ظن الأشياء هي الأشياء. والغافل من ظن الأشياء هي الأشياء. فقد خرجت مصر من ثباتها وتحركت بركبها ورجالها صوب الجنوب بمشاركة مباركة مع الصومال وانفتاح مع إريتريا كي يعيد الأعداء بوصلتهم تجاه قبلة السلام. فمصر أبدا ما حركت جيوش الشر، لكن غضبتها في الحق زئير أسود وصهيل خيول وصليل سيوف. فاحذروا فاحذروا، وليحذر الجميع، احذروا فيما يحدث من صوت المصريين الهادر القادم.